ساعة وقت بدء المسرحية حسب ساعة كولبير. كولبير الساعة السويسرية يلي لا تخطئ، وبنعتذر عن التأخير. على فكرة الجمهور اللي بالصالة والفرقة مأمنين عند مسير، يعني أصحاب المسير كل ليلة بيدعوا إنه ما يصير لنا شيء. فرقة لي شانسوني بتقدم الحق عليك. علي الحق عليك. بيشترك بهالعرض وسيم طبارة، محمد شبارو، غريس مزاكيس، بريجيت بيدروس وجورج راشد. الديكور كريم ابو جبرايل. ملابس الصبايا باريس ستيل. تصميم وتصفيف الشعر صالون موريس شليلا اوتيل اركادا. الاضاءه والصوت ادوار باسيل. خلف الكواليس سمير بندر وجورج وهبي. الاعلانات انا والاخراج انا. من الأول بدك تحكي سياسي، ما بيكفوك النواب، بلشت بالرئاسة بالأحزاب وبالشباب وتضحك عالمقاسة، وأنا أقولك عراسي بتمون وتكرم يا باك. وشو بقولك؟ سلم إيديك وهو كل الحق عليك، شو مفكر حالك شطور أو يمكن إنك ملك، برأي لسانك بدو قصو كل الحق، الحق عليك. أنا حكيت الحقيقة ما كذبت ولا دقيقة، وانتو مثلتوا الادوار بهالاجسام الرشيقة. مرة سألتك عن نواب قلتلي جويو البيئة، يعني الحق بالحقيقة نتفي عليك ونتفي عليك. وشو بقلك؟ سلم ايديك وهو كل الحق عليك، شو مفكر حالك شطور او يمكن انك ملك، برأي لسانك بدو قصو كل الحق، الحق عليك. قلتلي بدك تحكي عالقوات السر، قلتلك هيدي هي أكبر غلطة فنية، بكرة بيصطلحوا هالناس بتباوسوا السياسية، وبآخر العدية بيطلع كل الحق عليك. وشو بقلك؟ سلم إيديك وهو كل الحق عليك، شو مفكر حالك شطور أو يمكن إنك ملك، برأي لسانك بدو قصو كل الحق، الحق عليك. برافو عليك، هودي هني هني اللي طلعوا مني، شفت الكل صاروا أصحاب وسعادي عم بيهني، الوزراء صاروا بالشام وبركات عم بيغني، واللي بعد ما راحوا هالفرقة وأنا وياك. وجب إلك سلم إيديك وهو كل الحق عليك، شو مفكر حالك شطور أو يمكن إنك ملك، برأي لسانك بدو قصو كل الحق، الحق عليك. طالبت بالحرية وبإلغاء الطائفية، ومدري شو صرت تحكي عن وحدة وطنية، زعلت السياسية وطلعت الشغلي يا شريك، يلي قتلوا طلعوا زنيت وانت لطخت ايديك. وشو قلك؟ سلم ايديك وهو كل الحق عليك، شو مفكر حالك شطور او يمكن انك ملك، برأي لسانك بدو قصو كل الحق، الحق.
الهم كان بلبنان ما يتفرق بالأديان، جينا سكننا بكسروان، كل أهدافي كانت هي يبقى لأنه محمد واحد عايش هون بالشرقية، رأيي هيدي الوطنية، وبتقلي الحق عليك وشو بقلك؟ سلم إيديك وهو كل الحق عليك، شو مفكر حالك شطور أو يمكن إنك ملك، برأي لسانك بده قط وكل الحق الحق عليك. عال جينا عالشرقية وسكننا بكسروان، زعلوا منا بالغربية وباقي مناطق لبنان، طلعت موضة العونية وتفرقوا المسيحية وصرنا نحن الأقلية، مغضوب علي وعليك وشو بقلك؟ سلم ايديك وهو كل الحق عليك، شو مفكر حالك شطور أو يمكن إنك ملك، برأي لسانك بده قص وكل الحق الحق عليك. وانتو اللي جيتوا حضرتوا مسرحنا بسنين الحرب، بالليالي تجوا لعنا تحضرونا تحت الضرب، زقفتوا شجعتونا انتو اللي حمستونا وخليتونا نحس بواجب قدام اللي حبونا، يعني كيف الدربكي بتحمس الرقاصة، صرنا نحنا نحكي كلمة تطلع اقوى من رصاصة، بالنهاية حبينا بلا ما نبرم وندور، نصفي حسابات الماضي ونشوف موقف الجمهور، يلي منكن بعده واقف واقف على نفس المواقف، بعده مع وحدة لبنان وما بده جيوش الغريبة، يرفع ايده على العالي يرفع ايده، مع انه اذا رفعت ايدك في اشخاص بتزعل منك وبيطلع الحق عليك. اهلا وسهلا فيكم جميعا، حبيت اطلع راحي فيكم قبل ما نبلش مسرحية مثل العادي، واليوم اخر ليلة بالمسرح دايما بتكون احلى ليلة لان نرجع نشوف الاصحاب والاصدقاء فيها، يلي بيكون صار من مدي ما اجوا حضرونا بيحضرونا باخر ليلة. بحب اتشكر سيد خالد سليمين صاحب المؤسسة لدعوة سعادة السفير المصري بلبنان اللي موجود بيناتنا، خلينا راحي فيه بزقفة كتير كبيرة، يا اهلا وسهلا فيك. السفير الأستاذ سيد أبو زيد عمر، أهلا وسهلا فيك، تحية لك ولمصر لأنه مصر كانت أوائل الدول اللي رجعت فتح سفارتها بلبنان بعد الأحداث. ما تقفلتش، أنا عارف ما تقفلتش، هو إحنا اللي قفلناها بعد، هاي المصيبة يعني، خلينا سفارة ما قفلناها نحن. وكمان اسم مش جديد علينا كلنا، اسم لامع بحق السياسي بلبنان، الأستاذ عبد الرحمن الشيخة، مين ما بيعرفه، يا أهلا وسهلا فيك. مدير عام المراسم والعلاقات العامة برئاسة الوزراء، ووجوده الليلة بالسهرة بيناتنا أكبر دليل أنه هالوزارة مش عضاينة أيضا. معنا كمان قائم مقام الشوف السيد حب الله، يا أهلا وسهلا فيك، بنرحب فيك عنا بكسروان. مش حزورة، إنما خيي وبالفعل خيي، لا من أمي ولا من بيي. بايدي حزورة، مش أعزبكم فيها، إنما مايك برنوتي خيي، يا أهلا وسهلا فيك بمدام تكون عظيمة، يا أهلا. وكمان إذا تسمحوا لي إني رحب بشخص مغترب اغترب شوي بالاحداث ورجع على لبنان هلا، فيكتور طرزي، موجود ليلي بيناتنا، اهلا وسهلا فيك فيكتور، وان شاء الله كل المغتربين بيرجعوا بيجوا. ومن المعلنين معلش عم بعرفكم على بعضكم لحتى اذا ما انبسطتوا بمسرحيه تتسلوا مع بعض، من المعلنين الاشخاص اللي شجعونا من مده طويله بالمسرح، بوغوس اوبتيك، سيد بوغوس موجود ليلي بيناتنا، يا اهلا وسهلا فيك بوغوس. مرت الماضي هي دعاية، بس مرت الماضي اجا قعد ما كنت شايفك السنة هذه، جبنا عوينات مش حال. وكمان ميشيل خير الله مسؤول الإعلانات بالمسرح، وفضل كبير له لنشاط المسرح هذا، أهلا وسهلا فيك ميشيل. وبحب رحب كمان بصديق لإلي إذا بتسمحوا لي معلش عم رحب، السيد إلي أبو جودي موجود لإلي بيناتنا، شركة تيلي داتا، كل شو اسمه
يا اهلا وسهلا. واذا اذا كمان بتسمحوا لي اتشكر تلفزيون لبنان، تلفزيوننا الوطني. يلي بنتشرف ان يكون عم ينقل هالحفله هيدي، وبنتشكر المخرج نبيل بشاره، المصورين والمساعدين وجميع الفريق العامل بتليبا. اهلا وسهلا فيكم. السنه هيدي شو؟ إذا الله راد، إذا الله راد. عم بقوي حاله هلا. قالي لي يعني شو عملنا بتليلي بان احنا كمان؟ الباقيين كان عندهم حمايه، ذاك معطرين. على كل حال السنه هيدي بعد 23 سنه من المسرح، فكرنا انه الجمهور اللي صار له 23 سنه بيجي بيحضرنا اكيد جمهور موهوب قدنا او اكثر كمان. بقى السنه هيدي حبينا نشرككم معنا بالمسرحيه. يعني يلي بحب يغني غنيه يتفضل يغنيها، يلي بحب يمثل دور لا دور عاجبه ينزل يمثل يطلع بدل يمثل، ما عندنا مانع ابدا. اللي بحب يرقص اهلا وسهلا فيه. انا مثلا صار لي 23 سنه بطلع باول مسرحيه بخبركم نكت، نفس النكت بتضحكوا نفس الضحكات. بقى السنه هذه قررنا ناخذ نكت منكم، شو رايكم؟ معقوله ما هيك؟ مش احلى؟ راح حضروا لنا شويه نكت زفت ايده. واذا بدكم انا بلشها لحتى هيك، لانه سئيل كثير واحد يخبرني نكتر وما بتجي على راسه نكتر. رح بلشكم بخبريه، رح بلشكم بخبريه حلوه كثير. ولد صغير بعت مكتوب لله، قال له عزيزي الله بترجيك تبعت لي 30,000 ليره. حط المكتوب بظرف، بعته بالبريد، وصل على البريد، موظفين البريد طلعوا لقيوا الى الله، فتحوا الظرف لقيوا خط ولد صغير. معطرين هم موظفين البريد، عن جد معطرين. الوحيدين بالدوله ما بيسرقوا يا شو. ما بتحرز ورقة بول يعني. بقى المهم انه فتح، حزنوا عليه للولد، جمعوا من بعضهم، هيدا معه 5,000، هيدا معه 2,500، هيدا معه مدري قديش، كل الموظفين طلع معه 15,000 ليرة، حطوها بظرف بعتوها لعنوان الولد الصغير. بعد جمعتين جاي مكتوب تاني إلى الله، ركضوا كل الموظفين البريد لشوف شو كاتب الولد، فتحوا الظرف، عزيزي الله بتشكرك على المصريات بس العكريت تبع البريد قرطوا نصهم. على سيرة ما بقى، هذه ساعات سفير بيعرف انه دول العالم كلها مهددتنا انه في بعد 2 مخطوفين مدري وين محطين ببيت، وش انه بعد هيدا لبنان بده يزدهر. لما انا تذكرت خبريه على لما على السيره هذه، ولد صغير اخذ ورقه قلم كتب مكتوب ليسوع، قال له عزيزي يسوع بما انه كنت السنه كثير منيح بالمدرسه بترجيك تبعت لي هديه تكون كثير حلوه. قري المكتوب هيك ما عجبه، خزق الورق، اخذ ورقه وقلم كتب مكتوب تاني، عزيزي يسوع بما انه كنت السنه كثير منيح بالمدرسه بعتقد من واجبك تبعت لي هديه تكون كثير حلوه. قري المكتوب كمان ما عجبه، خزق الورقه، اخذ ورقه وقلم طلع هيك حول منه، لقى اهله حاطين تمثال للعذراء بالاوضه، اخذ تمثال حطه بكيس ورق، حطه بالخزانه، قفل الخزانه، اخذ ورقه وقلم، عزيزي يسوع اذا كنت ناوي تشوف امك بعت هديه. خلينا نبلش بما انه يمينيه نحن بنبلش على اليمين. اهلا وسهلا فيكم. في شنو ان شاء الله تطلع حلوه؟ انا بقول ان شاء الله مش رح نصلي. اثنين خاطبين وسهرانين مع بعضهم بسهره مطعم وعم يشربوا كيس، صار الخطيب كلت له الخطيبته حياتي كيسك تشرب كيس، وبعد شوي عيوني كيسك تشرب كل شوي كيسك غير شيء. قلت له تعرف حياتي باخر سهره راح سكرني، قال له بالعكس حياتي. في عندنا شي واحد هون؟ نكتة كمبيوتر بدنا ناخذ. نكتة إدارية. جاي لعندك، أنا جاي لعندك مدام، لأنه أنا بجمعات الكمبيوتر تكون تحت النار على أساس بضمكم قاعدين وصبيعكم تلعب. يلا نديك على الواطي هلا. في مدير إداري بده يوظف سكرتيرة، عم يفحصهم ثلاثة، بيسألهم أول وحدة 2 × 2 قد إيه؟ بتقول له 4. ثاني 2 × 2 قد إيه؟
22. الثالثة 2 مع 2 بيسوى 4 بيسوى 22. قال له للمدير العام أيها بتختار؟ يلي عطيت الجواب الصحيح ولا يلي ظنت في خدعة ولا يلي تركت مجال لكل احتمال؟ قال له بختار الشقرة طويلة العيون أزرق. وهيدي نكتة واقعية كتير يعني. هيدي نكتة واقعية كتير. يا أهلا وسهلا. المسيك خينا وسيم كان يتعلم باليسوعية هو صغير. بقى بتعرفوا انتو هن وصغار كانوا يكتبوا على الورقة يا ميم يا يسوع مريم يوسف. بقى خينا وسيم يكتب يا ميم يا يا ميم يا تصرف صف الست يام بعت ورا الرئيس. وسيم تعرف شو معنات يا ميم يا؟ قالوا يعيش محمد يا. بس مش محمد شبارو يعني. مايك اكيد في عندك نكتة. انا باس باس باس. ما بعرف رئيسة وزراء في عندها شي نكتة غير التأليف اليوم. ها وفي اعتفينا. رئيس نهراوي رئيس نهراوي جيبوا له ثلاث اشخاص هلا من جديد قالوا له نقي بيناتهم وزير للخارجية. قال له بدي اسألكم سؤال، إذا كان رحتوا على دولة وطلبوا منكم تمضوا امضى مش عاجبكم شو بتعملوا؟ قالوا الأولاني أنا برفض امضي. قال عظيم، هذا بيطلع عنا وزير خارجية صارم. قالوا أنت شو بتعمل؟ قالوا أنا بمغمغة لا بمضي ولا ما بمضي. أوف بعد هذا أحسن كمان، بيطلع عنا وزير خارجية دبلوماسي. قال له تيتين شو بتعمل؟ قالوا أنا دغري بمضي. قال لك هذا كمان إنسان هني بيطلع. بقى مين نقى بيناتهم؟ صهره. بتعرفوا شغلي انا بنبسط كثير، بنبسط كثير لما بتطلع بالصاله خصوصا من زلك ناس تخبر نكت كل انسان بلهي، برجع بتذكر انه في لبنان، لبنان كله مجتمع عن جد. شغلي ايش اسمه مثلا واللهجات مهضومه عندنا كثير بلبنان مع انه بلدنا صغير. مثلا عندكم بالشمال عم بيقرا بيقولوا عم يقروا، مزبوط ولا لا؟ انا امي شماليه بقى عم يقروا. بشمال نفسها بصغر عم يقري، بكسروين عم يقرش، بيروت عنا عم يقرا. ايه كيف لك زحلي عم يقرا يا ديني العضيل خلفك بحطوا له مسبح عضول. ما في غير الهراوي بيقول عم بقرا. واخر مدة اخر مدة اخر اخر ليلة الحمد لله. هلا اخر ليلة وين رح صير ما بعرف، بس ماشي حال. اخر مدة على الرئيس لراه ما عاد يشرب غير عرق فقرار على وزن بقرة. لا قالوا له للرئيس، قالوا له مار بطرس بدل المفاتيح معلق برقبته ساعات. اخذ طيارة وراح عند مار بطرس، طلع لقى بالفعل مار بطرس معلق ساعات برقبته. قال له شو هالساعات؟ قال له كل رئيس دولة معلق له ساعة، مثلا هيدي ساعة بوش، كل ما يمضي امضى غلط رئيس دولة بتقرب ساعته دقيقة. هلا الساعة 7 ساعة بوش 7 ودقيقتين، هاي قبل الأحداث الأخيرة صار 7:10. هيدي ساعة ميتيران 7:30، هيدي فلان في صدام حسين بيرمي منيح معه. هيدي فلان في قطب ساعتي ويني، قالوا حطيتها على الطاولة عم بستعملها مروحة ماشي. البناء البناء الأعمار تصليح الخراب إعادة تعمير لبنان، كل هيدي تعابير عم بيستعملوها الكبار وكلها معناتها إنه نشيل يلي خربناه بالحرب ونعمر بديله شيء، شيء أحسن منه بيجوز، شي أضرب منه كمان بيجوز، بس شي مثله لسوء الحظ لا. والأهم مين بده يعيد أعمار لبنان وبمصريات مين؟ من هالمنطلق طلعونا بمشروع الشركة العقارية يلي رح تكون تجربتها الأولى بالأسواق البيروتية. عزم والمصريات أكيد مصريات الحريري، واليوم الكل ناطرين ليشوفوا مدى نجاح الفكرة، وأكثر ناس محروقين بالنطرة أصحاب الحقوق، ومثل ما بيقول المثل نييل اللي عنده مرقد عنزي بالأسواق.
قلبه. بعده بعيط لي ابو العبد. وليه اسمي ابو العبد؟ ابو العبد البيروتي. ايه اتوغزنيش مقدم اتوغزنيش. ابو العبد البيروتي. رزق الله ايام ما كنا نعيط لبعضنا. طا 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 طا. ابو العبد. ايه وأني نغم لك ايه؟ طا 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 ريس حني. واخر مدة تعيط لي طا 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 طا. ايه وأني جايب طا 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 والقرقوني رد طا طا وتسبب. مر علينا كتير يلي ركبونا ودفعوا يلي ركبونا وفلوا. ما في غير ما في غير طا 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 الوحيد اللي ركبنا ودفعنا له. ايام عم بتدور يا سوسو ايام عم بتدور. رزق الله ما كان الواحد يجي لعندكم يطلع راكب. هلا اذا ما راح عشان قصب يا ابن كبش. ودي معك حق. هيديك اليوم سيرفيسين واقفين هون. واحد يعيط ركب على الدورة. ركب على الدورة. ما كان يلاقي ولا ركب. التاني صرخ صوت واحد ركب عالشام طبوا عليه خمسة. خمس ركاب. معنا معنا خمس ركاب. خمس ركاب خمس مخابرات. ركب عالشام. ليش في حدا من هون بيروح ركب عالشام؟ من هون بروح ناخذ بروح مطوبس بس راكب. قولي نحن ليش بنعمل سياسه؟ نحن ليش بنعمل سياسه؟ نحن شو نفهم؟ نحن تجاره وبس. وليه؟ وليه حمش البياجه؟ وليه كم ولد صار عندك؟ 22 ولد. يخرب بيتك الله. ولي من شهرين خلفت مرتك قلت لي صاروا 21. تكاثر. لقيته مغلط بالحساب. لا لا هودي نسوان ما بيحبلوا 9 أشهر بخلفوا بست اسابيع لو كعوا شرانين. ولو بيخلفوا ناس العادي بيقول واحد بكره بيكبروا بيصيروا زبونات بس ما بيخلفوا غير فقرة. معك حق. الولد عنده بدل ما يخلع اصبعه بتمه بيخلع بيده على بتشكلي. اشعركم اي متى رح توصل الشركه التجاريه؟ ما اسمها الشركه التجاريه، اسمها الشركه العقاريه. العقاريه؟ وايش تعمل هذه الشركه العقاريه؟ هيدي بتضم كل المتضررين بالاسواق وبتفتح لهم كيكين جديده. وبيجي الحريري وبيفت. مين بده؟ مين عايز؟ منصير كلنا شراكي بالأسواق. يعني أنا بصير شراكي بكل أملاك سوق الأوادم؟ معلوم. بدل سوسو تفضل فوت بعلي قارمة. للمراجعات للشكاوي سوسو اوجي. عيط يا الولي. وانا اصير شركه مع البنك. ايش ناطر مثلا عينوك حكي من البنك المركزي؟ لا والله بس نبدل كرمه الشارع. تبدل القرمه ولبكره الشركه العقاريه بتفتح لك محل كبير حمشو ماسح الاحذيه بويا وتلميع. محل طويل عريض كله مرايات. مرايات على الصاف، مرايات على الحيطان، مرايات على الأرض،
ولا كيف ما بتمشي ما بتشوف غير وشك واقف الصرمية. شو مستعد الشركة العقارية؟ وانت يا ابو العبد شو رح يطلع لك؟ انا بصير عندي اكبر محل لبيع الفواكه، وان شاء الله مفكره رح بيع تفاح وماس غير عشطة وبشن فروت ما تبيع غير اناناس سينيه وافوكادو خريج عاطليه ما عنده بصير بحكي فرنجة وي مابا وي متيي انشانتي تبيع بالدولار والفرنك الفرنسي وبيشرب نسكافيه وليه بكره بيهجموا السواح. ابو العبد جود افترنون السايح شو هاد المدعبل سيدو؟ ابو العبد زس فروت اكزوتي السايح هات لك ربعه وقيه بكره العرض يومين ثلاثة وبتجي الشركة العقارية وبيبلش الحرير يفت وبصير ابو العبد ملك الكيوي. هذا نحن ملك الكيوي، نحن ملك الكيوي. بعد الشركة العقارية ما اجيت وبلشت المضاربة من الايادي الغريبة. بلش الاستعمار يحركش، بلشوا عمر الاستعمار يوقفوا بوجه البناء والاعمار. عود ابو العبد عود وروق لي اعصابك، لك ما كنا قاعدين عم ندردش. ما بدوش يدردش، روق بالك يا ابو العبد، هلا بتجي الشركه العراقيه وبتحدد. العقاريه ريس حنا، العقاريه. العقاريه. ابو العبد، انت متاهل او اعزب؟ كنت مجوز يا سوسو، كنت مجوز. خير ان شاء الله. ما ناسبتني. ما انا تجوزت حرمة اكبر مني. ايه خلصت مدتها. تاني وحدة طبعا خدها لعيتارية. خد لك شي صبية يا ابو العبد بعدك منيح اسم الله. الله يجبر بخاطرك يا سوسو الله يجبر بخاطرك. انا برأيي احلى عمر للستات 30، احلى شيء الست اللي عمرها 30 خصوصي اذا كانت بال40. لازم تتجوز يا ابو العبد، وهلا مش في خوف مع طله الشركه العربيه العقاريه. العقاريه ما بكره ابو العبد بيصير مليونير بياخذ مرته بيكسرها باوروبا. يخلصوا لك هالخبريه ولي حدا بيروح عند اسطنبول وبياخذ معه همبرجير. وين هو العرقور بعد ما بين؟ هلا بتجي الشركه الحراميه وما بلاقوه. ولي العقاريه الشركه العقاريه حس على دمك بقى. العقاريه. بعدين انت من زمان حامل على العرقور ما بتحبوه. انا الحلاق بحبوش لعلول مصلحته، قرطة حكوجية. لو شفت لك شي حلاق منه حكوجي. وشو اللي جاز هيك؟ وين بيوقف الحلاق بالعبد؟ ورا ظهر الزبون. انا ما بحبش اللي بيحكوا ورا ظهر الناس. قول هيك معك حق، الحلاقين شغلتهم وعملتهم يوقفوا ورا ظهر الزبون يتككوا بالمقص ويقرشوا. اخ عبالي شي مره شوف حلاق عم يحلق لحلاق، لشوف مين فيهم اللي بيحكي الحالق ياما المحلوق به. قليله ولا فكرت فيه. مش بس هيك، لما القرقور بيحلق لك دقنك بصير فش خلقه فيك، ببللك وبيرغيلك، ببللك وبيرغيلك، بتقليلك تيبك مي وصابون. لو قال انا ليش موال للوزاره الحاليه؟ وليش شو دخل الوزاره بالموضوع؟ لانه مش انا عم تحلق لنا على الناشر. وين كون؟ اجت الشركه الخرائيه. الخرائيه؟ التجاريه. العقارية أخذ ديني زبطت معه. وينكم يا أصحاب الوسط التجاري؟ نحن هان يا شركة، نحن هان. ضيعتكم يا عمي.
محسومي أبو العبد البيروتي ملك البطيخ سابقا، وهلأ بهمتك رح صير ملك البابايا والباشن فروت. أنا أول واحد أيد المشروع لأني مع الأعمار. أنا عيوني فدى الأعمار. قولي مالك شيء تخلى عن الدكان فدى أعمار لبنان بتخلي. اتفضلي اتفضلي يا أيتها الدودة أرض. دودة أرض؟ إيه يعني يا حبيبي أنت. اتفضلي اتفضلي تنجلسي. معليش مسيو أبو العبد مستعجل شوي، بس بدي منك تمضي لي تنازل عن المحل تبعك. تنازل؟ أكيد لحتى نهد ومحل نعمر ناطحة سحاب. ايه وتحت الناطحة محل. حتى بالتخطيط مسيو أبو العبد بجوز يطلع محل بجوز يطلع بنك. بتعمرولي بنك؟ البنك لأصحابه مسيو أبو العبد، بس أنت بتصير الشريك. يا أبو العبد الشريك والمانجا والباشن فروت والناس كافيه. شو هيدول قدام اعمار الوسط التجاري؟ ليه لا اجي لا يتعمر. مبسوط يعني؟ لا والله مش مبسوط. أي دريس؟ مبسوط. معك ورقة أجار؟ أعطاني كلمة أعطيته كلمة ثقة. ثقة مع دريس؟ ثقة. وكلفك تقعد على بابه؟ صدق. اتفضل روح يا دريس. تفتحوا لي محل؟ أنت منك عايز محل. حمول صندوقك وامشي. طرقات الله واسعة. يا سلام. يلا يلا. ثلاثين سنة وانا على البرج. ما في حدا ما بيعرف حمش الكردي. بيعرفوني ولو. سوسو. تتخيلي ساحة البرج من دون حمش الكردي؟ امسح يا ولد. جمع يا ولد. ولي حل عنا باقي اللي عن سوا ربك رح تبكيني. يا ولد عمل. العمى بقلبه. بدي يقف وجه البناء والاعمار كرامة شوية دهن اللاز. وحضرتك مين؟ حضرتي مين؟ انا الريس حنا. ريس شو؟ رئيس بلدية مثلا؟ هي وصخت. ليك 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 انا رئيس الاسواق. انا لولاي كان ابو العبد هون وانا بجوني. انا مني راح 4000 شهيد. انا لولاي ما في مناطق محرره. انا لولاي الشركه العياريه انا مصادر على المحل. بغي عليك خليك قاعد هلا لانه الكبار بعد ما نظروا موضوع المصادرات والمهجرين عمالهم ينظروا. ونحن نظرونا الكبار؟ اكيد انتوا اللي نظروا لكم الكبار. تفضلي. مضينا تنازل عن هالأوضة ودار لانه محله رح يطلع المبنى الجديد تبع مجلس النواب. بدكم تحطون هون على ما اعتقد. بكره بتنشمس المنطقه وبصيروا الناس يطلعوا عليكم حكي. الكرامي
آل كرامي عائلة ساهمت بكل تاريخنا الحديث بالحكم، خاصة بمنصب رئاسة الوزراء، يعني جماعة صار عندهم خبرة أبا عن جد أو بالأحرى أخا عن أخ. الأستاذ عمر كرامي رئيس الوزراء اللبناني السابق نال وسام بمناسبة مرور سنة على استلام الوزارة، أو بالأحرى نال وسام لأنه طاقن سنة للوزراء، وهو بحديثه بالتلفزيون قال إنه هالوسام هيدا هو لكل الوزراء، بجوز كمان لأنهم كانوا متحملينه. على كل حال دولة الرئيس أصبح مؤخرا النجم السياسي التلفزيوني الأول، واليوم معنا على المسرح شخصيا دولة الرئيس عمر كرامي. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم من مجلس الوزراء وبالذات مكتب دولة الرئيس السيد عمر كرامي. دولة الرئيس برحب فيك بتلفزيون مسرح شانسونيي. المشاهدين ناطرين ناطرة هاللقاء وإن شاء الله ما نكون ازعجناك. بالعكس هذا بيسعدنا. شكرا دولة الرئيس. بشو بتحب نبلش لقائنا؟ يعني منبلش بمعالي الوزير الأستاذ روجيدي. دولة الرئيس، نحن مش تلفزيون LBC، نحن تلفزيون مسرح الشانسونية ونحن حاضرين. عظيم. وبشو بتحب نبلش؟ معالي الوزير شوقي فخوري، عم بقصد بأي موضوع بتحب نبلش؟ هذا اللي بيتعلق بالزبالة والمجارير. الزبالة والمجارير؟ ما لقيت غير الزبالة والمجارير نبلش حديثنا. يعني هذا من المواضيع الأساسية والمهمة والملحة. طيب شو موقفكم من الزبالة والمجارير؟ يعني نحن بنعتبره هذا أكبر إنجاز. أكيد دولة الرئيس أكيد. طيب يعني شو قررتوا؟ قررتوا تشيلوا الزبالة حالا من الطرقات؟ حتى تجمع هالمواضيع وتنعرض علي وافق عليها، وترجع تنعرض علي الجمهورية وافق عليها، هترجع تنطبع وتتوزع عندك سبت وأحد. ايه هي أهم شيء السبت والأحد، وعندك عندك الجمعة إلى ساعة 11. طيب وبالنسبة للمجرير؟ وما حدا منا بيقدر ينزل حاله، كلنا غاطسين فيها. معك حق، غاطسين فيها لفوق راسنا. من سوء حظنا نحن. مش بس المجارير والزبالة هذي بيعملوا أمراض، في عندك كتير إشياء، في عندك مرض جديد دخل على لبنان هو مرض السيدة. بتعرف من مثلا من وين إجا مرض السيدة على لبنان؟ صور 30 وزير. يه؟ هن اللي جابوا السيدة؟ وهيدي اللي عم يجيبوها الوزراء. كل الوزراء معهم سيدة؟ وخاصة الوزراء اللي يطلق عليهم اسم وزراء الميليشيات. يعني بعض منهم معه سيدة مش كلهم. قال طرابلسية لك. ايه بس دولة الرئيس يعني مش عم بمزح انا، لانه هيدا مرض خطير كتير. يعني يستحقه جميع الوزراء. راس وعيني، بس يعني بشكل خطر. للمواطن وللوطن. طيب خذها بمزحة، بكرة بتشوف شو رح يصير. إلى آخره. دولة الرئيس لما الوزراء عرفوا إنه معهم سيدة، شو عملوا؟ كانوا مشدوهين. شو كانوا؟ كانوا مشدوهين. طيب فيك تقلنا مين من الوزراء معه سيدة؟ ومعروفين لكل الناس. ما بعتقد دولة الرئيس حدا بيعرف، يعني ما بعتقد حدا بيعرف مين، بس على كل حال هل لقيتوا لهم دواء، لقيتوا لهم حل؟ اولا التطهير. قليله عكبار. يعني الحقيقه هذه اصعب عمليه. طيب وشو الحل لوقف امداد هالمرض هذا؟ ما ترجع الناس تفوت ببعضها. طيب بالنسبه للوزراء، خلينا نرجع على الوزراء، بالنسبه لمعالي وزير الهاتف. معالي
الأستاذ نبيه بري. الوزير بري وزير تليفونات؟ بين بيروت وبين سيطرة. طيب بين بيروت وجوني مين وزير تليفونات؟ دكتور جورج صعب. بدي أعرف بس ليش في وزيرين للهاتف؟ لأنه الهاتف شغلة مربحة ومضمونة وما فيها عذاب. يعني أنت بتجي بكبسة زر بتقطع له للمواطن بيركض دخيلك وتفضل، بينما بالكهرباء بتقطع له بيعلق على طيب شو رأيك صريح بمعالي الوزير الدكتور جورج سعادي؟ معجزة. أكيد معجزة. طب وغير أنه معجزة؟ إلى آخره. طيب دولة الرئيس سمعنا أنه بعض الوزراء عم بيتعاطوا، ما إذا فهمت علي يعني عم يتعاطوا يعني. شو رأيك بمعلوماتك عن الموضوع هذا؟ طيب رح أحكي بصراحة أكثر. في معلومات بأنه بعض الوزراء عم بيتعاطوا مخدرات. يدول لو ما بيشموا رأس المال بيشم كتير. مثل مين مثلا من الوزراء عم بيتعاطى؟ منهم مثلا معالي وزير الإعلام. هيدي مشكلة كبيرة. وبالفعل وضعهم الإنساني والاجتماعي مأساوي. بس دي بتكلف ميزانية من الدولة لحتى يشتروا مخدرات؟ لا، في الأرقام متضاربة، ناس بيقولوا 18 مليار، ناس بيقولوا 30، ناس بيقولوا 40. مين متكنين لحتى يأمنوا هالمبلغ؟ على الحريري. الحريري؟ على الحريري إلى آخره. عم نسمع عن حروب مماثلة للحرب اللبنانية خاصة بيوغوسلافيا. أكيد إن شاء الله بوقت قريب تنتهي الحرب عندهم كمان. سمعنا إنه بعد 5 أو 6 أشهر حرب بيوغوسلافيا صار في مجاعات، صار في انهيارات اقتصادية، وأهم من كل هيدا انهيارات عصبية. ليكن إحنا اللبنانيين شو هالشعب الجبار. 16 سنة حرب وبعد عنا ناس عبائرة، بعد عنا عقل كفاية لنقدم برنامج على التلفزيون نظهر فيه عبقريتنا. برنامج المميزون، وبين المميزين اليوم معنا بالمسرح محمد شبارو، غريس مازاكيس، جورج راشيد ومحسوبتكن، والمتميز الأكبر بيناتنا أكيد وسن طبارة. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم ببرنامج المتخلفون، وبحب أذكركم إنه المتخلفين بتلاقوهم بس على NBC. وعلى NBC في كمان متفوقين، في عندكم كابتن بوب برنامج التثقيفي، وعندكم أنت والأحد المسلسل الانتلكتوالي، وكل هودي بتلاقوهم بس بدنا نبلش. بس خلينا بالاول نتعرف على الاشتراكين في هالحلقه. في معنى الشرق كتب المنفلوطي، وقد ورد ذلك في كتاب نشرته دار جعيتة للنشر وعنوانه قال المنفلوطي. رغم أن المنفلوطي لم يقل لأحد بل كتب للجميع، وتاريخ نشر الكتاب 1963، الطبعة الأولى، الصفحة 73، السطر السادس، الكلمة التاسعة، شبر. ويقرأها بعضهم شبر، وهذا خطأ، بل على الأصح هي شبر. وأضاف المنفلوطي مؤكدا شبر هو، وتلفظ شبر هو، وأنا هو، واختصرتها بيو، والشبر بقي شبر، فأصبحت شبر هو شبارو. محسوبكن النابغة محمد شبارو. طيب
قلبك سألتوم وأنا سبعتوم وسيل فوبليت زبون ثانك يو كومون تليفون شاب اسمه كريم جبرون جبران جبرون من الشمال ما تقلني جبران خليل جبران من بشري هو ميزاته بس هلا صرت جبرون خليل سعادي من البترول جبران خليل سعادي بس على ام بي سي طيب قول ام بي سي اي بي ام اي بي ام اي بي ام يعني دماغ الكمبيوتر الالكتروني العظيم لا اسمي انا اي بي ام إليس إبراهيم منصور كومباتيبل وحضرتك ال بي سي معروفه هي ال بي سي ولو ليبانيز برودكاستنج كوربوريشن لا هيدي ال بي سي ليش بعدكم والسي شايفين حالكم فاذا رح نبلش هلا بالسؤال الاول تقولي مين على السؤال الاول مين كتب كتاب النبي لجبران خليل جبران؟ جورج سعودي غلط مين كتب كتاب النبي لجبران خليل جبران؟ مين بيكون بيعرف؟ ما حدا بيعرف؟ فإذا بننتهي للسؤال اللي بعد منه، السؤال اللي بعد منه عن الإنجيل محمد طيب مين التزم تعمير الاسواق فطر جورج
تجربوا بالأول عشر دين. كتيب لا الاشتراكية لا الكتيب الاشتراكية رواية شباب رواية شباب رواية تنينكم تربحوا خلاص الكتيب الكتيب خلاص تنينكم تربحوا مش الاشتراكية رواية رح اسألكم هلا سؤال كتير بسيط مين اكتشف امريكا؟ شوف كولومبوس مين اكتشف امريكا؟ ولو يا جماعه ولو ما حدا بيقول يعني كريستوف كولومبوس ما ضروري ما ضروري مين ما اخذ شخصوره وراح هيك انضرب فيها من اخت الدياني منا من فوق لتحت ما ضروري ما ضروري ابدا ابدا ما ضروري ما ضروري انتوا ما ضروري تضحكوا ابدا ابدا ما ضروري انتي ما ضروري ابدا ابدا بقوص ما ضروري ابدا انتوا ما ضروري ما ضروري ابدا ما ضروري تغيروا ابدا ما ضروري روح اكتشف كريستوف كولومبوس امريكا ليش اكتشف كريستوف كولومبوس امريكا لا اله دوري تبع الدين الروسية سؤال اللي بعمل منه بالتربية المدنية التربية المدنية مين هو عدو لبنان الوحيد شركة الكهرباء شركة الكهرباء غلط لا لا غلط لا لا غلط لا وإسرائيل وين راحت إسرائيل إسرائيل نعم إسرائيل إسرائيل عم تقطع لنا الكهرباء النمار يهودي هلا صحيح بيتباخل علينا بس يهودي شو اسمه هيدا الناطور بيضوي ناطور بيضوي مصباح الناطور صهيوني صحيح بحنتيس بس مش صهيوني برافو برافو الجو خلينا نكمل البرنامج زبط ايدو خلينا نكمل رح اسالكم هلا سؤال بالقانون شو هو القانون يلي مرقوا مجلس النواب مؤخرا قانون الجاذبية طيب سؤال بالبيولوجيا شي عصير ومش عراني وبيشبه الانسان